مرحبا ترحيبي بقدوم خالد غنت له قلبي وتنطق به لساني والضيوف الحاضرين وكل وافد مرحبا يحمل عظيمة المعاني في تخرج فايز الغالي وقايد ابعث اشواقي مع كل امتناني حققوا في صبرهم كل الفوايد في العلا طيبة لتحقيق الاماني في العلا طيبة لتحقيق الاماني أكملوا تعليمهم والله شاهد بالعزيمة والمهارة والتفاني فايز اللي بالعلا هو رقم واحد ابن حمد للمعالي له مكاني قايد اللي نفتخر فيه ابن حامد صار علمه لسنة طول الزماني من قبيله كلهم للخير رافد الرشيد العز فيهم شي ثاني الرشيد العز فيهم شي ثاني هم كرام القوم والتاريخ شاهد صيتهم فالناس يوصل للعناني ما يطاول قدرهم فاشل وحاسد ما يساوي مجدهم حاقد وشاني اقبلوا ذا اليوم يا فايز وقايد في تخرجكم يزفون التهاني اقبلوا ذا اليوم يا فايز وقايد في تخرجكم يزفون التهاني الف مبروك التخرج في تواجد من يحبوكم على مر الزماني مرحبا ترحيبي يبقى توم خالد غنت له قلبي وتنطق به لساني مرحبا ترحيبي يبقى توم خالد غنت له قلبي وتنطق به لساني والضيوف الحاضرين وكل وافد مرحبا يحمل عظيمة المعاني في تخرج فايز الغالي وقايد ابعث اشواقي مع كل امتناني حققوا في صدرهم كل الفوايد في العلا طيبة لتحقيق الاماني في العلا طيبة لتحقيق الاماني أكملوا تعليمهم والله شاهد بالعزيمة والمهارة والتفاني أكملوا تعليمهم والله شاهد بالعزيمة والمهارة والتفاني فايز اللي بالعلا هو رقم واحد ابن حمد للمعالي له مكاني قايد اللي نفتخر فيه ابن حامد صار علمه لسنة طول الزماني من قبيله كلهم للخير رافد الرشيد العز فيهم شي ثاني كلهم بالخير رافد الرشيد العز فيهم شي ثاني من قبيله كلهم للخير رافد الرشيد العز فيهم شي ثاني هم كرام القوم والتاريخ شاهد صيتهم فالناس يوصل للعناني ما يطاول قدرهم فاشل وحاسد ما يساوي مجدهم حاقد وشاني اقبلوا ذا اليوم يا فايز وقايد في تخرجكم يزفون التهاني اقبلوا ذا اليوم يا فايز وقايد في تخرجكم يزفون التهاني الف مبروك التخرج في تواجد من يحبوكم على مر الزماني مرحبا ترحيبي يبقى دوم